أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، توقعات الاثنين الموافق 12 يونيو 12 حزيران 2023. هتتعرف تتعامل النهاردة من كتير من الإجراءات اللي عندك، وهتعرف تتكلم وهتعرف تقنع كتير من الناس. في كتير من الأحيان هتضطر إنك تتبطأ شوية عشان تفهم بس ازاي هتعرف تأجل مهماتك ليوم تاني، على الرغم من انك بتتطور، لكن التطور بطيء شوية لبعض الاحداث اللي ممكن تبقى في يومك، لكن هتبتدي تبني كل شؤونك وهتبقى ملموسة في اهم التفاصيل. هتحتاج انك تحقق حاجات كتير، هتكون المشاكل دي في بيتك مرتبطة بسوء فهم بسيط عندك او اضطرابات منزلية ممكن تبقى بتعمقها بشكل غير مرغوب فيه. بالنسبة ليك النهاردة هيجيب لكل الاشخاص العملة الكاملة النهاردة مع شغلهم ومهمتهم المفروض يخلصوها بشكل عاجل. كل الاشخاص النهاردة عندهم اتصالات نشيطة جدا مع اشخاص من مختلف الاعمار. حتى لو كنت انت النهاردة جاهز علشان تتولد من جديد، هيكون مزاجك منخفض شوية، ده كله بسبب الأوهام والأمال الباطلة اللي ممكن نبقى بنعيش نفسنا فيها. يومك هيبقى رائع جدا لو كان فيه حب وإظهار واضح جدا للحنان اللي بيبقى عندك، في وئام حلو جدا، في تنمية لصداقة مهمة جدا بالنسبة ليك. وقتك ممتاز لو حبيت تسترخي تستمتع مع كل الأشخاص اللي انت بتحبهم. حتى لو كنت عارف تعمل ده هيكون مزاجك كويس جدا في اليوم ده، لأن عندك تأثير إيجابي على كل الأشخاص اللي حواليك. ممكن بسهولة تلاقي أصدقاء جدد في حياتك. الوقت حلو جدا لو حبيت تتواعد النهاردة. جمالك وسحرك هيجذب كل أفراد أسرتك بشكل حقيقي وصادق وقيم. اليوم مناسب عشان تحمل وتولد، حتى لو كان بيتعلق بوريث صغير في أسرتك في اليوم ده. وقتك ممتاز لو حبيت تطلب خدمة أو أرض، لأنه ممكن تبقى من الصعب على الأشخاص اللي حواليك النهاردة إنهم يشاركوك في يومك ده، لكن في شوية ترفيه مثالي بالنسبة جدا ليك. ممكن تحجز أجازة تبتدي بيها بإنك تشتري الهدايا المناسبة ليك وتقدمها للأشخاص اللي بيهتموا بيك بجد. هتشاهد فيلم او تمشي لمدينة ملاهي، هيكون مهم جدا انك ترفه عن نفسك وعن الاشخاص اللي حواليك في بيتك، هتوفر كتير من الراحة ليهم. اليوم ده هتسمح لنفسك بانك تنغمس من غير ما تحس بالذنب في اي تصرف ممكن تبقى بتتصرفه. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه مشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.